طيب نروح سريعا لاخبار استعداد فرقتنا النادي الاهلي لمباراه يوم الخميس الجاي ان شاء الله امام المقاولين العرب. النهارده يعني صانع العاب الفريق وبطل القضيه زي ما بيقولوا محمد مجدي قفشه اتعرض لكدمه في القدم يعني خلال مشاركته في تقسيمه النهارده. قفشه ما كملش التقسيمه ويمكن انها قبل ما تنتهي دقائق خضع قفشه لبعض الفحوصات الطبيه عن طريق الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق اللي فضل طبعا عدم استكمال اللاعب فقرات التدريب. وعايز اقول ان وارد الكدمات ديت ما تقلقناش طالما كدمه في القدم ان شاء الله باذن الله بيعود سريعا جدا. يمكن هو الجهاز الطبي قال لك لا ما يكملش التمرين حفاظا عليه لكن ان شاء الله باذن الله تكون حاجه بسيطه باذن الله. الف سلام عليه. طبعا النهارده لعيبه الاهلي بيأدوا تدريبات بدنيه قويه تحت اشراف كابتن كابيلو مدرب الأحمال لمدة 30 دقيقة في تدريبات بالكرة، فقرات متنوعة النهاردة بيأدوها بعد ما خاضوا تقسيمة قوية بين ثلاث مجموعات على مرمى واحد. موسيماني النهاردة حريص جدا أنه ينفذ بعض الجوانب أو الجمل التكتيكية والفنية وأنه يوجه بعض التعليمات للعيبة. وكان النهاردة يمكن بيتسو موسيماني بيعقد محاضرة معاهم قبل ما ينطلق المران على ملعب التتش، اتكلم معاهم على أبرز السلبيات إيه هي إجابات في مباراة الفريق الأخيرة قدام البنك الأهلي، كمان اتكلم معاهم على مباراة المقاولين العرب اللي جاية وكيفية الاستعدادات طبعا ليها بشكل أفضل. فإن شاء الله كل التوفيق ليهم في مباراة يوم الخميس إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لفرقتنا مباراة نادي المقاولين يوم الخميس إن شاء الله، استعدادا كمان لبطولة كأس العالم. إن شاء الله كل توفيق لفرقتنا.